في 90 دقيقة. نسرين العماري نائبة في البرلمان عن كتلة الأسلحة مكلفة بالإعلام والاتصال في مجلس نواب الشعب. الأخبار نسرين معنا؟ نسرين، اليوم وزيرة المرأة ومندوبي الطفولة في الجمهورية الكل عملوا اجتماع. سفيان، نحب نبدأ برقم يوميا في تونس 67 اعتداء بالعنف على المرأة والطفل. الاعتداءات هذه مختلفة من الأنواع الكل. معناها اليوم نقولوا المرأة برا انت مش بلاستك هوني وين هي موجودة في خدمتها، برا شد دارك وراك درا شنو، ما هذا؟ هذا اعتداء. أظن هذا اعتداء، وهذا ماهوش غريب من جماعة ائتلاف كرامة ولا من بعض الوجوه متاع الإسلام السياسي الراديكالي. الجوادي، رشد الخياري، هذايا العفاز، كلهم كيف كيف، كلهم كيف كيف، وكلهم ماذا بهم ما فهمش مرأة في الشارع، ما فهمش مرأة في الدنيا، في يلزمها تكون في الدار. والعنف متأصل فيهم، والعنف متاعهم معناها حتى كي يشدوا رواحهم في فترات متاع أزمة ينفلتوا ويظهروه. أنا نقولوا العنف مرفوض راهو كلام مش كافي، مش كافي، يلزم اتخاذ إجراءات ضد ممارسي العنف. قادرين عليهم ولا في ظل البرلمان ذايا اللي رئاسته ما هيش متحملة مسؤوليتها. وانا شفنا البارح، شفنا موقف رئيسة الجلسة ان ما سمعتش ما راتش. ايوه السؤال ملكي، انت ما سمعش وتراش مقعدك غادي، قاعدك غادي. وكانت فعلا احنا في التلفزة نشوف فيها من بعيد كانت شاهدة وزور. وهذا مش معقول ويلزم يتبدل. العركة فيما يخص التصويرة عركة كانت مهمة وضرورية، مهمة وضرورية، وحبيتها انها النهاية متاعها تكون نهاية متاع عركة صحيحة مبدئية. لأنه أنك تحط تصوير شخص أجنبي في برلمان تونسي هذا يطرح إشكالية وطنية الناس اللي يحطوا. وأنا أقول لك شخصيا الناس هذو ما همش وطنيين، وفي بلاد أخرى حقهم يتحاكموا. ما كانتش كافية أنهم ينسحبوا من الجلسة ويهزوا تصويرتهم ويهزوا الريق متاعهم البرة من الجلسة. اللي كان صحيح انه رئيس الجلسه توقف الجلسه وتطالب بمحاكمتهم. نذكروا انه كتله ائتلاف الكرامه غادرت الجلسه غاضبين لما اعتبروه عدم تضامن القوى الثوريه في البرلمان معهم. قبل فكرتك سفيان ونرجعوا لنسرين معنا. تبقى بعد اللي صار شنو المطلوب؟ المطلوب بالرغم أنه لا تجوز المقارنة بين شخص أجنبي ورمز من رموز الوطن اللي هو بورقيبة، رغم المقارنة لا تجوز، لكن داخل البرلمان من المفروض أنه لا تعلق لا صور لا إعلانات لا لافتات لا غيره. البرلمان مكان فيه وثائق البرلمان، فيه نقاشات، فيه مواقف، وما فيهش خزعبلات. هذا هو الكلام المهم اليوم. إذا كان اليوم الصور، تعليق الصور بصفة مستمرة للاستفزاز وإلا لتسجيل موقف وإلا لتقديم مطلب نضالي، يمكن أنه يؤدي إلى عركات من نوع هذا. ما هو القرار اللي يمكن اتخاذه؟ نسرين العماري، باش نرجع معاك مقبل حكي عليها سفيان سيف الدين مخلوف غادر الجلسة وهز التصاور، هيت نسمعوا كيف ليش ونرجعوا لك. انا سيد رئيس، انا نعرف 30 ثانيه سيد رئيس، 30 ثانيه تفضل. انا نعرف امان لحظه، انا نعرف سيد رئيس شوف يا سيدات وسادة النواب، نحن نجي نوصلوا معناها الحل وهنالك اراده للتعطيل، هذا اللي فهمناه. تفضل. انا نعرف سيد رئيس، أنا نعرف
انا نعرف اللي الكتله هذه كل جلسه في اللجان ولا في الجلسه العامه تعمل مشكله. انا باش نقول احتجاجا مش عليهم هم، انا مش موجودين عندي، انا احتجاجا على الناس المحسوبين على الثوره اللي ما يدافعوش على حريه التعبير، كتله ائتلاف كرامه تنسحب من الجلسه. تفضل. نعم سنواصل الجلسة سيدة نيبة، تفضل. نسرين العميري، الموضوع متعلق بحرية التعبير ولا وكل حد ينجم يحط تصويره، هذايا باش نحكيو فيه توا، لكن قبل، هل الكتلة متاعكم باش تتخذ موقف من الموضوع هذايا؟ لأنه الكلام اللي تقالك واللي أنت توا نقلته لنا مرفوض مرفوض مر... وانا كمران الضامن معك نسرين العميري، ونرفض انه يتقال لاي امراه كلام من النوع هذا. شنو شقوفات شنو هذا بالحق؟ والله العظيم مصدومه، والله علاش معليه نوصلوا للشيء هذايا؟ يجب اتخاذ موقف من الكتله، موقف رسمي، موقف رسمي من الكتلة. أنا نشكر حتى أعضاء من كتلة النهضة تزاملوا معايا البارح وجاوني وكلموني، يعطيهم ألف صحة. كتل كل جمال كتل بخلاف ائتلاف الكرامة بيان سور، ولكن أنا حاب نذكر أنه حتى البارح رجوان علي كان يحكي فيه سي سفيان توا البارح في المديخة نتاع سيف الدين مخلوف، قال احمد ربي جبني لكم تصويره ما هبطنيش بوندرول، معناها ولينا نحكيو بمنطق فيراجات في برلمان تونسي. معناها اليوم عبيد تلبس مراول منا، عبيد تلبس مراول منا، عبيد تجيب تصور، عبيد دي بوندرول، عبيد هذا الكل مرفوض. راهو فما مؤسسة تشريعية قاعدين نمثلوا فيها. انا راني تمنيت البارح اذا كان هذا التصويره نتاع شهداء 38 اللي دافعوا على البرلمان التونسي اللي هو قاعد فيه اليوم، هذا اللي لازمك تهز وتهز تصويرته بالحق، مش تجيب لي شخص اجنبي وتحط لي قناعاتك، هذيك ما يهمنيش فيها، هذيك امورك، قناعاتك امورك، تمشي تعلقوا في المقر نتاع الحزب نتاعك، تعلقوا في دارك امورك، ولكن المجلس هذاك يمثلنا الناس الكل، يمثل الناس الكل، وخاصة هالاستفزاز هذا اللي صاير كل مرة ترضية لقواعد حزب على حزب معين، وهذاك كل الناس قاعدة تحاسب فينا نحن 217 فرد شكارة. هذاك علاش أنا نجدد اعتذاري من الشعب التونسي على الصورة السيئة اللي قاعدين نشوفوا فيها على البرلمان من أطراف معينة، وأنتم معكم تزيدوا تفهموا الشعب التونسي اللي الأطراف هذيا جاية بقصد تحب تكره الناس في البرلمان. نسرين العميري، الملاحظة زادة اللي قالها سفيان في علاقة بالصور، أنت ترى أنه لا يمثل ولا يقارن الصورتين، معناها ما بين مرسي والحبيب بورقيبة، نظرا أنه إنسان أجنبي والحبيب بورقيبة هو رمز من رموز تونس، ولكن موضوع الصور بصفة عامة في البرلمان والمراول والشكاكل والحكايات هذوك. نشير الحادثة صارت في البرلمان الفرنساوي في تنبك أزمة ليجيلي جون، نايب تابع لليسار الراديكالي الفرنساوي تابع ملونسون، البس فوق الكوستيم تاعو جيلي جون، غزر له رئيس البرلمان قال له هذا لا يجوز ومن فضلك تخرج، هز روحه، جاوه موظفين متاع المجلس وهو خارج ينحي في الجيلي لأنه يعرف أنه اللي عامله ماهوش معقول وماهوش مقبول، وما فما حتى حد اعترض لأنهم يعرفوا أنه المجلس ينجم يطلع شوية صوت، لكن صوت أكاهو، والوسائل الموجودة هي الوسائل المتعارفة تاع المجلس، ستادير دوسيات واضح. نسرين العميري، هل أنت موافقة مثلا رينا نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة، هذا موقفه يقول لك ما عادش صور في البرلمان يلزمنا نخدمه، معناها اليوم هل سيقع اتخاذ القرار نهائيا في الموضوع هذا؟ هو توا لجنة النظام الداخلي كما بدينا أول ما بدينا الدورة البرلمانية قاعدين نشوف في الأغلاط المتكررة متاع المشرعين متاع النظام الداخلي متاع المجلس، لأنه هش برشا برشا.
هذيك علاش توا قاعدين ننقحوا فيه وان شاء الله نكملوها السنه البرلمانيه هذه ونصادقوا عليه باش اول ما نرى السنه البرلمانيه الثانيه نبداو نطبقوا فيه واللي هو قاعد يتعرض للمشاكل هذه الكل وقاعد يتلافى فيها في النظام الداخلي. حاجه من الحاجات اللي قاعده تتناقش في لجنه النظام الداخلي والحصانه البرلمانيه والقوانين المشكله هذه نتاع المراول ولا التصاور واللي بوندرول خاطر مالفيت زاد اداريين عندهم احتجاج ربطوا بوندرول في قاعه الجلسه العامه معناها فوضى قاعده صايره دو باغتو. هذاك علاش توا قاعدين ينقحوا في النظام الداخلي نجموا نطبقوا حاجه الا بتنقيحها من النظام الداخلي ولكن تصويره الحبيب بوركيبه راهي موجوده في بهو البرلمان لانه موجود مع مؤسسي والعباد والرؤساء اللي تعداوا على مجلس نواب الشعب فهو موجود تصويرته البرة والداخل ما يمنعش انه يتوجد تصويرته لانه هذاك مؤسس الدولة الوطنية أي. وهو النسرين معناها انت سامحني نسرين مختلف معك لانه أي. بورقيبة مهما كانت قيمته نجم تكون بلاستو موجودة في بهو البرلمان مع كبار الشخصيات اللي زاروا البرلمان وإلا بصفته أول رئيس للجمهورية التونسية بجانب تصاور رؤساء الجمهورية التونسية لكن داخل البرلمان كل مظاهر المواقف السياسية يلزم تكون عن طريق الخطابات فقط. لا واحد يلبس كشكول، لا واحد يلبس مريول، لا واحد يحط تصويرة لا يحط لافتة. واضح النسرين نختموا معاك. هل التمشي هذايا يمكن أن نراوه في البرلمان؟ أنتم الحقيقة معناها حاولوا أنكم تقنوا وتنظموا كل الأمور التي يمكن أن تؤدي إلى استفزازات وإلى عرك من نوع هذايا بناء على صور أو انتماءات إيديولوجية أو غيره. أكيد هو هذا اللي قاعدين نخدموا عليه حتى ككتل برلمانية. والبارح كنت نحكي أنا مع رئيس لجنة النظام الداخلي لأنه تابع كتلة الإصلاح كان البارح يحرص فيهم أنه باش يسرعوا في النسق نتاع العمل نتاعهم باش يوصلوا يكملوه خاطر تعرف ما نجموش نعديو بارتي ليف لازم نعديو بيرماتي الكل النظام الداخلي إن شاء الله نوصلوا ونعديوه آخر السنة البرلمانية هذه باش ننطلقوا في العمل الجدي السنة البرلمانية الجاية. أنا كنت نتمنى اليوم أني نحكي على القانون الاقتصادي التضامني والاجتماعي اللي باش يفيد التوانسة واللي هو معطل من 2005 وإن شاء الله فرصة قادمة ولكن هاو التجاذبات الجانبية اللي جرونا فيها تخلينا نبعد على صلب الموضوع اللي هو يهم التوانسة.